جيسبر كو راكم لاباس. انا صافا الحمد لله. جيتكم اون نوفيل فيديو. لا فيديو تاع اليوم كيفاش فوتنا الحفله تاع المولود. كما شفتوا في بدايه الفيديو انا كنت رحت للعرس وغدوه من داك درنا الحفله تاع المولود. قبل ما نبدا لا فيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل شيء جديد. لهنا غدوه من داك بديت نعاون في ماما، كانت تدير لهنا في لي مونشو لي باركات وبطبوط، كانت ديجا موجدتهم كاع ليله من قبل تما غير عمرناهم وصاي. ولا هنايا لا فارس اللي عمرت بها لي صالي هي صوص بيشاميل فرماج رابي والطون تاع الزيت، ودخلتهم يحمروا في الكوشه. لهنايا البطبوط تاني كان واجد تما غير حليناه وفخسيناه في لافارز. درت له البيض مغلي بتيدي وفخسيته ودرت له ملح وحشي فرماج غابي. ولا هنايا كلشي كان واجد وماما زاد ديكورات سلطه. ولا هنايا لوطون اللي كانت طاب الحريره ماما كانت تدير فرفيس تونسي اللي ما تستغناش عليه في اي مناسبه، دائما تلقاه حاضر في الطابله. ومن جهه اخرى انا كنت ندير فيه هذا التمر الفاخسي، فخسيته بالنيسلي اللي كان باقي في الرفيس التونسي، زدت له حلوه الترك والكاوكاو مقلي وغطستها بالشيكولا نواغ من الفوق وتزيين اختياري. ولا هنايا كنت نزوق في طمينه القمح تاع ناس الشرق وزدنا طقنته تاع السميد ورفيس القسنطيني. ولا هنايا نوريكم الرشته تاع ماما، الله الله كانت طابت كانت شاهي بالبزاف. وهذه هي الطابله اللي حطيناها الحريره ورشته وسلطه ولي صالي. لهنايا بعد ما حطينا الحشوه وتعشينا ماما غسلت المواعين انا حطيت الطابله تاع السهره. وخليكم مع بقيه الفيديو. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه، عاشقين رسول الله صلى الله عليه. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه، عاشقين رسول الله صلى الله عليه. صلوا على بن امينا. ولا هنا يا ماما ربطت الحنان لخوتي انس وميلا. ولهنايا رانا في نهاية لا فيديو، ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني وتبقى لي غير نقولكم في فيديو جاي ان شاء الله. وباي.